ايش في كمل ما وصلت في بلاه. ها حبيبي ميه وياس ولا ابو خلود في بلاه لا مو عليك فرود يا النص انا وعبود لا البيت لا مو عليك يا خلاص يلا نسيب يلا سعود يلا سعود شفتوا خلاص سعود النص مو عليك يا سعود بالغبار. النص فارس لا السيب دقيقة وعبود ما دام انا مخافي فيكنت الحمامات. عادي خليني كم انا راضي اتنازل خلاص اوكي انا سيب عليه وياسر انقلع على المكاتب شباب اذا يلا انا مكاتبه اذا الستار حق يا عربي يعني الستار سعودي صح؟ بس ترى البلس ما يفرق سعودي امريكي ما يفرق يا اهم شيء اشتغل يا حبيبي اصلا اذا لايك كارد انت تطلب صح؟ اي اخذته واشتريته سعودي طيب ليه خلاص حطه اخذت ستار فريق طيب؟ سعودي طيب اخذت بلس اشتريت بلس من اللايك كارد اشتريت بلس ولا اشتريت ستور في فرق؟ لا لا بلس خلاص خذ بلس ستور ولا وحطه هنا سعودي في ولا فيك هديك. لا ولا يلا الا طيب الله يا عيال والله ما ادري كيف العب ظهر المقطوم هذا عليك التشميع الحين اللي بيجي مين اللي شمع قصدك فارس من يوم انا لا انت خاف يا ابو خلود دعابه دعابه ولا انت الليدر حقي من امس عاد ما يحتاج سيرش اند ديستروي بروتكت ذا اسيتس واتش يور باكس وير اون اور اون اوت هير انيكك انيكك يا كيف عطشني يا ابوي مرحبا والله على امك يا مهند زين شالني شلته يا اخي اقسم بالله ما ادري اثنين هنا عند ياسر مو هي شفت الكل حقي ورب مصحف نفس اللي شلته انت شالني لو طلع اليمين الكل حقك وش فيه؟ شالني نفس الطريق اللي انت شلته فيه الله عليك يا فارس يا مجرم فارس اسطورة غريبة لقيت تحدي حاليا قدام قدام طلع يا قلبي يا فارس يا بطل فارس اقول لك الليدر حقي من امس تدري امس كان باقي له واحد على البلاك امه والله ما ادري ضيع ايش صار في الدنيا يا عيال الدنيا اختلفت يا بابا مستحيل تعال الاعتذار يا ياسر صراحة مثال destroy the target وصل على امكم والله we have the bomb مكاتب زبدة اخلص الجيمر اسلولي اوكي اوه ده درع ترى عندي you have the bomb الله عليك يا مؤيد مؤيد بحث كنتينرات ورا اخر شيء كنتينرات يمين يمين اخر شيء هنا في واحد عند الباب يعني يمين برضه والله ما في حل افكر مره الوضع عندي صعب نو اليمين ابني ورا الباب احسن احسن اللي هناك عنده كونتينر كيف هم Switching sides. Search and destroy. Protect the objectives. اوه ده انا كده يا احمد يا حسين طلع كل جا واحد ثاني والله كنت افكر والله حرق علي يا هو كيف كيف يا عمري يا مؤيد يا اسطور يا بطل الزبده انا خلصت سوريا بابا النص برا اي نزل نزل تحت راح ورا ورا عند الحمامات وراك سعودي وهنا
Falcon 3-0. Personal radar depleted. Recalling to base. انا قامت يا عيال والله شهادة فيه قمطع قسوك تحدي انا بحياتي صلي عليك يا مويد قال ايش قال عندي قال ايش قال ظهري مقطوم قطم ام نص الراوند حرام لك سكرجي صلي عليك يا مويد سيرش اند ديستروي اوه ولا ايه يا مويد والله اشتياق هذا سكيور ذا بومب ديستروي ذا تارجت مع السلامة We have the bomb. Copy. Falcon 3 on route for personal radar coverage. أصبح عليك سيبلي. دلم. ما في عاد. الثاني راح سيبلي. راح. They're planting the main. راح. يا بطل يا مي. مي بس اللي راح. الله مي. فكهم أنا يا أخي ترى قاعد ألعب معك أنا. يا بطل يا أحمد. بطل الطباشي switching sides من يوم ما صار مدري شوي انا ابغى العب يا عيال ما بكم في كذا طول هذه الصرح من امك مت لازم يا سعود شرفني protect the objectives يلا يا ايفي Falcon 3-0 good copy UAV beginning flyover وال على ما يموت راح نسيب لا يا مرجلة فاني كبدك اخرم لي اللي وراء لا نشب ما يد عندك ايو بيجيك من هنا They're making us fight for it, keep at 'em. يلا يلا شدوا يا شباب. كان باقي لي شوية على بلاك مع الله. بيطلع اجباري ولا؟ لا ليش اطلع اجباري؟ ستة هم يا حبيبي. Switching sides. خمسة. طلع واحد من فوق. Search and destroy. إذا ما طلع الحين ما يمشي ما يطلع صح؟ لا. لا 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 لا. خلاص ما يقدر ما يقدر قصة أم الخرا عيني أحمد يا بطل يا مرجلة يا عيال أوووو لا يا بطل سحب الأمة كافر بوم أكواير يا مرجلة أتوقع يقدرون يطلعون صح حق لا 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 يا عبود لا لا بعد الراوند هذا هو متى طلع الراوند اللي راح طلع؟ في السلالته قبل ايه راوندان اتوقع هذا اللي تباري في السيف الماي مو بلاي حق الجهاز البي ازيك معك ما مات ها؟ باك يو اي في عليك يا ماي يا عشان نبي انه بعد الجيم يا لطيف جري يا مي جري بلا جري لا خشني يا مي تكسب بلا تدين بظهورك الله يلعن بيك اصلي وحش في 360 قام جمع الكلب they've defused our bomb we're losing ground take it back Switching sides. Search and destroy. Asset locations confirmed. Defending them is critical. يا ضيعتك. كل حالة على مين؟ أحمد. هذا قاعد ورا ابنك يا عمري يا احمد يا عمري يا احمد يا كل يا عيال اذا راح الراوند الكبار ما عندي يطلع صح؟ لا ما يمدي هلا لو طلع ناخذ راوند
لانه خلاص لعب الراند الجباري وكمل خلاص. ايوه ايوه لعبوه راح له. ابو شوف ما تذكرون ايام سويناها وطلعنا واخذ راوند اللي ضدنا. ايوه ايوه فيها راوند يا مويد ترى هاي الحين الحين يطلع يا مويد الحين. لا 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 يا عيال يا عيال هو 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 طلع في الكل كام يا مويد خويه مستعبد. ايوه فيصير يلعب راوند عادي وبعد الراوند الثاني بعدين يقفل. هذا هو قفل. لا يا حبيبي يا حبيبي لو طلع يا حبيبي طلع في الكل كام. انا اعلم متى طلع الحين اشوف البث طلع في الكل كام يا عيال. طيب كل كام يا حبيبي خلاص هو الراجل اللي يلعب. مدري ياسر بيضحك عليكم يا عيال لا تسكتونه. يا ابو خلود دقيقه شوف اذا طلع قبل ما يبدا الراوند خلاص هو نفس الراوند اجباري. خلاص تستقعد من اول جيم يعني تستقعد من اول جيم. طيب فارس يقول لك ارحم امك اطلع ارحم امك موت. اوف اوف والله ما ادري عنكم صراحه. انا اشوف انه ما راح يقعد. كيف انا اشوف الحين بالضبط متى طلع؟ هذا كلام بين المنسق والكوليدر لو سمحت. ايش رايك يا كوليدر؟ والله ما ادري انت تستغرب. لا لا نستغرب. انا اشوف انه مهطف كمل زي ما انت. هذا رايي كل واحد رايه بس يعني انت اعلى منه في الجنرالة. لا تشوف انا قلت شحن ارحم امك. اكبر خلع في الحجة. يقول لك السفرية هي الخيار والانسب للتعايش. سورية؟ والله انت سورية. وش والله اني سمعتها السورية. ما شاء الله فرانك اينشتاين كاتب برق وفجأك حط صب. السخرية هي الخيار الانسب للتعايش لو سمحت. السخرية احمد خافك بالترهبة. اي رش الحين بيجيك يا احمد. لا الله لك الحمد دائما وابد. كل واحد يحفظ الكل حقه لان طريقة يا سعود وسعود شكله مجان. انا خمسة تالي. انا ستة اربعة. صفر خمسة يا سعود. دحين اجيك صفر عشرة ان شاء الله. عبد الله حول يا واد فوق اني هطف يا رجال مودريتش وعلى الحرم حد يموتني وقاعد انزغل مصغوب ولا ايم ولا شيء. فرانك اشتين كسر عمره. ابو هيب متصل. ضحكتك فيها كهربا. ان شاء الله دبل كيل. Search and destroy. Protect the assets. Watch your backs. We're on our own out here. والله عليك في المساوس طار طار يا طار فارس. وراك وراك يا فارس وراك على اليسار ورا الطاولة بسرعة ورا الطاولة بسرعة لفوا اي مكان ما يحتاج تروح لين هناك. يا لطيف يا صاحب يا ساتر فلاي يا فلاي جوا فلاي. شفت اللي انا شفته؟ كان فلاي والله شفت فارس ان شاء الله بطريقه ما ادري كيف دائما يشيل بطريقه غريبه. بطريقه راح البيع. راح البيء سوى يا لطول. قاعد يفعل البيء قاعد يفعل روح. والله انه قاعد يشرك. اوه
راح يصاب. يا اخي هذا ليه بيموت؟ روح اسخر طب الفاس. راح 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 يسار ولا يمين؟ ما ندري. لا لا يسار يسار. لا يا احمد كيف ماما قم شوية؟ حتى اني تخاف عشان الكلكام. فدا فدا حتى اني اسخط عشان الكلكام. سيرش اند ديستروي. حركة. Secure the bomb. Destroy the targets. أنا ما أدري أمسي بالله. Bomb secured. كاتب اثنين. راح ورا الباب. كاتب اثنين. كاتب اثنين. Bomb secured. Destroy their weapon caches. اثنين هم كاتب ها. حرق. حرق ولا دب ولا أنت. مكاتب مكاتب. لا حرق ولا دب. تحت النص ها. مويد قدامك كان في المكاتب. يا بطل. عيال مويد بني. ما رفع عليه ما رفع. يا بطل. فجع عنا الله مجنون. شكل كان حلو. ختم كل شيء. صفق الجدار. Switching sides. كم الحين؟ أربعة خمسة. Search and destroy. Asset locations confirmed. Defending them is critical. يا مايد هذا اللي في السيف يمسك ورا. ورا طالع في الشباك. راح 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 الله. ما حد يسرح ويكمل يا. الله. لا يلعن ويلعن مكان يا شيخ. UAV ready for deployment. وراك مويد. لا فتحة دي. أنا الحرق أبو. Focus up for next round. انا ماني عارف العب لين. عليك سعود شايف ثلاثة. ان شاء الله ما حطلع كام. باقي لي كلين واجيبك يا واطي. الحين خمسة خمسة؟ نطلع انا وانت نطلع يا عاد. اح. ها؟ Search and destroy. طيب يلا يلا يا رشيكم. Destroy the targets. بارت عزيز المكاتب. يعني ليش تاخذ البوم وتروح البيت؟ انا ما ادري انا كنت باخذه مدري اخذه. يا اللعب البايظ. رهيب على اشياء قلبي يا ما يموت. بس سلسلة مكاتب فيها مالو. فعلي فعلي فعلي. يا عمري يو يو يا عيال انبوت يو انبوت يو. انت بتسمعوني ولا ايه انبوت؟ يا ابوس الله يا عيال. انا قاعد اشوف حاجات سريع سريع كم شغله بتحب بسرعه. كيبورد ما يسوي علي حرام كيبورد ما يسوي. سيرش اند ديستروي. حلو عبد الله حلو. Asset locations confirmed. Defending them is critical. اثنين اثنين مكاتب مكاتب يا احمد. يا عمري يا احمد ايه الحلاوه دي. وراك احمد. حمامات حمامات حمامات. لا 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 مو حمامات مو حمامات. شو اسمه يمين مكاتب صح؟ لا
عمي كنترات يا حبيبي. لا عمري اما مات انت تفلسف انت كام ليك؟ لان كنا كنت حاطه لاحمد حتى احمد حسب الحمام مات الطلقه جت من وراه تراني ما اشوف الكلام انا اصلا ياسر فرانك القهوه دام في مؤيد في مؤيد خلاص كده نطلع كام صح؟ هذا الجابة يا عيال لا لا destroy the target حيب هيب اسطوركي we've taken the advantage make sure we keep سعود شرفنا ونورنا انت وسعود وياسر لا يا ليه في ثلاثه كام تسعه انا خالد ياسر سعود شرفتونا حبيبي 9 8 9 سويتشينج سايدز تسعوني 9 كم يا حبيبي في الطبيشي والله في 9 دستروي طيب كم برضه ما تدري قصدك كم دام سكرجي بخلود موجود كم حطوه معاك دي كل واحد يقول كل يا عيال ايش في يا حبيبي انا وياسر و لا انت فارس يا انت كم كنت شايل اول يا ياسر 6 4 6 7 8 انت فارس 8 9 انا كنت شايل 8 مدري 7 جيم الاول جي جي ياسر اي وي 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 لا كذاب من انتو لا مو يا حبيبي انا كنت 6 5 خلاص شلون على كام يا عيال انا ما ابغاك تطلع يا الصوت انت لو طلعت امي بيحطونا انا ما طلعت الا عشان صورتي وخلو لا لا شوف روح ياسر ما قصرت معايا ما يجي يا شباب لا تدفع الا بعد الدين يا ام السلام نواف دون بويف جوني بويف طلع يعني جال حساب جال بسم البول بويف الو جوني بويف سلام عليكم السلام ورحمة جوني بويف نطيش السوطة اول من ريحة فمك يا ابو هيف اول شيء اطيب ما فمك كون يا شرنق باقي صوت كثيرة باقي صوت صعود باقي صعود هاتيش باقي لي تاير واحد خلاص قفل باقي 23 ساعة انتهي الباتل باس ضد الموسم السابع ضحكتك فيها كهربا دقيقة يا عيال لا تخش جيم دقيقة عددكم يحرر فلسطين ليه ليه يا حبيبي تمثل الحياة لا تتكلم على الأعضاء شحن طيب خلي ساك ايوه يا مخلص لك لا المنسق هذا خاش وجه المنسق لو ارحب ضيف طب بدل ما ترحب بي وتقول لك فترة يا عمي شحن شحن لا انا معارض طيب القيمة الجاي حلاقيك تجيني وتقول لي منشو منشو انا متمرد راح اتمرد علي ها نرجع يا نواف ولا ما نرجع مو نواف سعود نواف جاء سعود موجود نواف جاء موجود بيوتي اكتب لوبن يا نواف هو سعود قال لا تخش من جاتك كورونا؟ لا ان شاء الله وش هذا اللي جاك طيب؟ الله العالم
طيب سويت مسحه طيب سويت اي كلب احساني ما سويت طباني امسح رطيزك يا ابو هيف اوف ترى غلط يا نواف اذا ما تسوي مسحه يا رجال شيك يا ابو ابن يا عيال لا سمح الله يا دقوت لو كان عندك كورونا على الاقل تقدر تلحق يا ولد قول له ابن وين جون جون لا ان شاء الله ما اقدر ما له دخل ما له دخل يا ابو هيف والله ما له دخل العرب اقبل اقبل الفايت حق سعود ان شاء الله ما يجي الا ان كان جاتك مثلا باقي نواف جاتك الم في صدرك انا في صدرك لا لا ابو هيف في ناس صار ما تجيهم هذه العرب اذا جات هذه العرب اذا جاتك كحه جاتك اشياء بسيطه عادي عادي انا عندي كحه والم في صدر وزكمه الم ضغط كذا ايوه عارف ليش ابو هيف ويش بقى مخلص باكتين دخان في يوم الزاحف لا دام عندك عرض ثاني غير هذي لا ووه 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 مستشفى يا شلمطي اطول فضحت هادي روح يا قهر هذا ما فل المرة الاولى قلت له ها فل طب دحين فل ثاني خلاص لا ترد علي زين هلا طيب انت خذيت شيء سويت شيء خذيت مضادات خذيت اي كلب فيتامين سي بس بنادول يلا عن ايش فايده بنادول بنادول مسكن طب نواف حول انت سعد طيب ايش فايده مسكن بنادول وفيتامين سي ايوه وحلاوه مص بس يحب المص لا لا يا حبيبي روح خذ لك مضادات في مضادات يسمونها المورفين ومدري ايش طيب يا عيال خذ لك مضادات يرحم امك عبود هلا رسبون الدفاع تيجي معايا نص ولا يجي ابو هيف انت مين تبغى يا حياتي اوه ما ادري انا حجي انت ملقلق رحلة شيء رحلة شيء يا شباب خلاص ها عبود ايه ولا نص ري الرسبون الدفاع والله اللي تبغى وزع مالك حطني اي مكان وبجلد خلاص اوكي رسبون الدفاع كاميكازا انا عبود نص هلا اخوي كاميكازي وفارس وابو هيف ونواف الايه ايه ما عاد انا قطعت ما قطعت انا قطعت ما قطعت ايش كلام صديق نفرت ما في معلوم انا قطعت ما قطعت مثلك ايش في هل في جمله يعني استخرج لا بقى اتفلسف هل في جملة استخرجت كنت زق رجال كنت زق بحيث والله انا وين الحين اروح يا احمد معايا نص عبد سيرش اند دستروي لك نص وانيك سيف جارد ذا اسيت نو ميستيكس رينفورسمنتس ار نوت افيلبل احمد انت والله نص سن جبل لا البي البي مايد الاثنين في النص ومايد اثنين في النص والله رميت الماس كيف ما جت فيه ماس they're willing to die for their mission so be it والله شلت دبل ماي شاذا يا ابو هيك فلون المجرار Switching sides. Kamikaze. Search and destroy. Kamikaze. Targets identified. Capture the bomb and engage. Hand now. Ah, eh? Okay. We have the bomb. Get moving. Yeah, I got it. Slay Abu. Where now? والله نهضت هيرته. تحت يا عمي تيك ا بريث وير جوين باك ان بطل بطل يلا 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 تعال واحد يدخل انا بطلع سامع اوه خالد
بس اطلع كام؟ عندي عندي قرب. خالد خالد ما غير انا. طيب ياسر انزل ياسر. ياسر انزل. سويتشينج سايدز. ايش في ابو هيف؟ ياسر لو. خالد. ها. لا يا ابو هيف. انزل انزل ياسر. Critical assets identified. Keep them secure. عندك المضرب عندك والله بي 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 فرقتي فيه والله فرقتي فيه البي البي كله نوب البي انيك امكم مني لفيت طلعوا على مالك وقف في كورونا كذا علي انا لسه لاني ما اشتغلت انمي بوك بلانت جيت تو برافو وراك 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 صار هنا على المربع قد راح ورا المربع انا شفت تعتزل اللعبه انا رد عليك رد عليك انا واو لا لا حبيبي في فرق لما انا والله رد عليك زوجك ترى انا ما اسمع ترى اني مسدوده طب كيف تسمع ايش السالفه انا اذن اليمين بعد مسدوده طيب بس اسمع من بعيد يا جماعه سيرش اند دستروي يلا 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 عندي مشروع فتح دستروي يور تارجتس اوي اوي We have the bomb. Get moving. يا اخي اصلع الام اللي تزعل عبود اشكر ابو We're planting alpha. كيف نقلت عطاني bomb planted. Begin countdown. انا مسطوع يا عمي فوكس نو مستني زهلني زهلني سعد امك عبود ادي باقي من الحامي احنا نطلع فيهم تعرف انت حمليها ما احتاج اعلمك اول ثلاث شهور مؤقت سيرش اند دستروي خلاص تقريبا ثلاث شهور يثبتوك بعد جديد يا سلام كريتيكال اسيتس ايدنتيفايد نواف وربي ما ادري ايش قاعد تقول احمد فوكس باقي صامي عندي اللي قدام يمسك قدام اصمر قدام اللي قدام يمسك قدام شوف وين شاني يا ولد يلا شوف وين شاني من الحفره كلهم في النص في النص في الغرفه اللي في النص يا عيال كس امك كس امك هاي هاي ترى راضر اوه their confidence grows use it against them يلا 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 احمد السالفه والله ما ادري عبود اني اسبق بس يزحلك كذا تيجي من تحت والله اللي في النص يا ولد ما ادري ايش قاعد يصير مش النص اثنين حست بجبهم جوا وشاني اللي في النفق ياسر رسبون الدفاع الجاي تعال معنا دي النص ايش طلعت فارق هو طلع اتوقع دفدف مشكله يا الله يا التوقيت تكفى حقيقي التوقيت زك ابو ما حد جاب ما حد جاب وي هاف ذا بومب اتاك ذا ويبن جاي انا طبق السكين ما عندي تعال تعال كان قدام ورا ورا السياره يا عم الله يسعد عمرك وي هاف ذا ادفانتج يا عيال يا عيال صدقوني قاعد يشوفه بالبلاك كذا عنده بلاك مؤيد قاعد يشوفه كذا جاي عند السياره سبق له ايش اللي بلاك ايش 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 اللي بلاك شوفه مول جدران طيب يعني لا لا مهم ما في مشكله سيرش اند ديستروي تعال معنا يا اخي يلا 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 كيب ذم سكيور يا حبذا عندكم في النص قسم يا البي 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 الله يلعن ام ما ذا اللي تكي عند الحفره ولا بي هم اوه يا بطل يا نواف ايزي خلينا نمشي بالدايره الله يسمع طيب يا عيال اللي معي في الغرفه حرام عليكم كيف بلعتوا اثنين يا عيال تحفنوا بالحبيب الحين لا لا والله البي ترى قروشه بس والله بكيفكم لا لا ليه ليه احنا كل راوند ناخذ سويتشينج سايدز سيرش اند دستروي ثم ما ادري ايش في اللي في النص
Retrieve the bomb. Destroy your targets. No. We have the bomb. Attack the weapon caches. Oh! تم 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 والله اني ما شفت ورب في البيت والله حرام انا مدري شو لا هذا ورا السيارة مالك استاه والله ورا ورا من السيارة نيكم ما يمون يا عمري يا عمري هذا عنده سيارة سوداء واحد في النص في واحد عند الباب عند الجامعة احمد يا عمري هذا اكيد طالع من جهة هذه اللي ورا اللي صار يا عيال عند النفق اللي فوق يسارك يسارك يا احمد تعال يا احمد We're planting alpha والله هالناس النفق هو كان في النفق طلع طلع فوق الحفرة هذي عمي علي معلم درس 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 انك امكس ول ول يلا 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 بشوات يلا هذا مو بلعبك ذا ياسر كان هنا عنيف وش اني ماني معه switching sides صح search and destroy الله هنا في النص على طول يلا يلا في النص يلا يلا انا قاعد اشيل واحد وانت شيل الثاني ترى في واحد يتكي في النفس عندكم برضه تعال انت بالشارع نو الله انا عليك حظك الصم ذا والله النص النص هنا نايت نايت فرانك الله ما ادري ايش قاعد يسوي دائما اشيل واحد يشيلون الثاني باك نواف يجيب الله عليك يا بيوت ايزي اثنين كلهم قدمنا قدمنا يا بطل يا نواف يا نواف يا بطل يا عيال يا عيال يا عيال هذا فرانك والله ما ادري switching sides ياسر شفت كيف شالك فرانك انت سبك طيب ما ادري وينه ما ادري وينه والله سبك على الباب اسبق يصيرون قبل يدخلون اثنين كذا ورا بعض ممكن تدبرهم سبق انا اروح يمين واحد في النص واحد في النص يلعن امك يلعن امك يا ولد انا ايش قاعد اسوي لا 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 والله في حويس تحت تحت راس لا 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 لا, لا, لا. يا بطل يا مظلوم يا بطل هذا الرجل وش قاعد يسوي تحت تكفون لا حد يطرف له لا لا ما حد يطرف له خش عليه خش خش واثنين ما قدرتوا عليه والله يعني معليش لا تصير بهاف ضيع شيء يا ضيعت شوي على الطول ما ضيعت والله انا بعد شوف كيف سبق سبق ياسر ها انا بطلع في النص واحمد روح يمين الله لك يا يصنع لبو الله يلعن ذا تحت عند الحفره يا شاكوس ام المانياك هذا هذا ضرب من الجيم اللي فات كم دير يتك ورا دائما بس ام هذا البيه انت ها البيه اخر شيء البيوتي في البيه قدام قدام ايوه قدامك قدامك انا ايه هناك ورا الكرتون ترى راح فايل عينه انا اتوقع راح ولا لا على حد
والله لك لا لا نفق لا بحس هذا هذا طبيعي اوه نفق والله توقعت هذا لا يتفلى هذا ترى شال ما ادري كم ثبتني حرام هذا فلاه فلاه يا عيال فلاه ورا فين فلاه انت قاعد تشوفه ايه وين فلاه ورا يا احمد ورا بيجي من وراك ايوه هناك جات الطبه كان يمشي دائره الهطف راح الكام علي يا زبده حقك احمد لا 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 ناظر قدام ما يجي فلاه والله انا سمعت يسار برضو ايه روح له بالدائره وتوكل على الله اه يسبق لك انا سمعته فوق على اليسار اخر مره لا اله الا الله ايوه هذا الحركه غريبه صراحه ما ادري شو هي والله مين اتوقع في لاج يا ها الو علق عندي ترى ما في لاج احمد شوفه دخل في النفق في الجدار جوا يا ساتر ايوه ايوه عادي قلت هذا نسوي ثاني انا شفت راسه ولا هذا فار لا لا فار فار شوف شوف يمكن عندك في الصبه باقي فوق هناك فين في الصبه لا اللي حق اللي ورا اللي ورا في الرسبون اللي مسكر الغدر قال فارس غدر غدر اخر مره اي اخر مره قال فارس اي قدامه دقني راح فيه اي ممكن راح فوق البوم هناك عند الفيصل ترى الزهرقة ترى تسمى حتى لو فاخر الدنيا يعرف انك هنا ترى زابن عشان مجمع ترى شال ما ادري كم طب ليه ما يفعل الخنيف ما يبغى يفعل خايف يبغى يضمن اكس بي يبغى يضمن طيب طب يضمن اكثر اذا فعل يضمن اكس بي ما يمكننا خايف طرد يجر منتو عند البوم ترى يمينك 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 يا منتو الله في ناس شابين حطب الريحه داخل عندي انمي بوم اتالفا لعن ام ودز يا عيال كان هنا في النص ما النفق يا ابوي سريع النفق جري خلنا نشوف بيرسونال دقيقه شفته؟ يا عمري يا اخي بطل والله بطل يا احمد يلا يا ثلاث راندات ايزي ها والله يلا ديفيوز سكسسفول بوم ديسيبلد زير هيرتك سندز هم هوم طلع واحد منهم يا عيال هي راند جباري ترى ها عدو والله الراند هذا جباري يا عيال الحين في حد معين في الراندات الاجباريه في التحدي ولا ولا بس في الجيم في الجيم في الجيم سيرش اند ديستروي يلا صباي عندي تارجت سنتر انهم خمسه والله المفروض ان نروح الايد يو اي في اوفر هيد ذا بوم از ان بلاي بروتكت اور كاري اه والله نفسي يبلع ابوه يا ابو هاف في صار فوق انا هذا ورا السياره قاعد اجره يا اللي عندي يا عارف في واحد بيجيكم غدره من الليل ها انا بروح اقدر في اللي في الليل عندهم غدره من ال ايوه غدره غدره بيجيكم يا عيال غريبه غدره رسبونكم عيال جاي عليكم الله عليكم باقي اللي عندكم باقي اللي كان طلق غريب ابو هيك والله بغى تربل يشيلنا والله تدري شو الخطه يا تعود انا عارف انه زي غدره شايف اليو في بس قلت له خليه يقدر العيال اكيد بيشلون انا بقدر فيهم ليه لكن على بال ما رحت لا الا محفظ امه وربي بغى يشيلنا قبل شوية ريبل يا عيال سيرش اند ديستروي ما وقف كريتيكال اسيتس ايدنتيفايد كيب ذم سكيور تعال يا ابن الحلال ارجع الله عليك انتبهوا من هذا اللي يمسك النفق
enemy bomb planted. Get to alpha. فعل بيجي قلبي يا عمري يا عمري يا يونيكم وكم السلام يا قلبي يا عيني يا شباب ابو هيب جي جي والله لا يا كسود معاه افلال امي well done سارة stay hungry ومتابع قمور راد يا مرة جي جي الله يا منت الله عليك والله ما شلت والله Search and destroy. I'm a good map player. B, شباب. Targets identified. Capture the bomb and engage. Allied UAV overhead. We have the bomb. Attack the weapon caches. أبوك يا مجنون. يا عال بيجيكم غدرة من ليه ها؟ ليش نايمين ذا دوما؟ يا عال أنا بخضربهم في واحد بيجيكم غدرة. يا من تسحب الا يا يمينك ابو عداي باقي الغدره حقك ودي اسبك يا عبد الله بس هي ساكت طب هذا مشت بطل مو اول راوند ولا ثاني راوند انا جره بسبب كانوا اثنين كانوا اثنين طيب ستة الاول ثاني بشيل وسبق لي بدالك سبق لي بدالك ايوه بدل ما يشيل شارع اللي تحته موفقين شركه مين ياسر اللي تحته موفقين ايه انا فكيت شمي يا ابو اول واحد حينور لا 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 والله لو انك بتطق خرقك ابو هيف عبد الله وفارس كام يلا يلا تعالوا ليه انا انت طلعت نص الجيم ما حد قال لك ايه نص الجيم يا شرمطر انا كام انا كام ما عنده ولا عبد الله فارس ايش هذا التواضع عبد الله ارسل حط طبل يلا 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 انت مقفل يلا اوه رجلي رجلي رجلينا مسعى ما يوصل الدمجات طيب يا شيخ ما يوصلت؟ يلا 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 الدم بشكل ممتاز اي ما يوصل وين؟ الرجل طيب وين بالضبط؟ ابو دمجات بالله بطن الرجل اقول لك الرجل تقول فين بالضبط يا اخي انت قحبه ولا ايش؟ اوكي وين وين؟ في الانسجة حقت الرجل بطن الرجل ما يوصل الدم في انسجة خرجه اي نسيت نسيت جلسته اذا قلت عليه طلع لك الصوت بيروح جوجل يعطيه لفت فاهم غلط يا بو جرسون بايد بالله اعطيكم معلومة طبية لا اعطينا دكتور ابو هذا تفضل اعطيك اعطيكم متأكدين تفضل تفضل بابا دكتور عن التنمين هذا متأكدين؟ تفضل يا حبيبي اخلص اللكتنا تراك طيب انتو تقولون اذا نملت رجلي مثلا الله يكرمكم ان شاء الله يكرمكم زق هي درانك يا الله الله يكرم بدون تفاصيل ما حشخش الموضوع دكتور يا رجال والله وضع عليك كبير رجلي المهم يقول لك اذا ما وصل الدم الى الرجل هو وين بالضبط وين احد يعرف؟ يروح طيزك على فين يروح؟ طيزك لا 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 الدم سؤالك غبي شرع ما حد يفهم شحمه ايش تقول طيب اسمع الدم ذا الحين من يروح لجسمك يغذي الخلايا طيب تمام؟ ممتاز ان ذا الحين من الدم ما وصل لرجلك في منطقة معينة مو منطقة نسيج معين ما يغذي عشان كذا انت ما تحس برجلك وما تقدر تحركها وما تقدر طب يمكن الارقام تك عليه وما يوصل الدم الله عليه العصا طيب هيف انا اقول لك جبتها معلومة مدري انا الناس كلهم يقولون ايش عضلات ان الدم ما يوصل للعضلات عضلات طبيعي صح ايوه الدم ما يوصل للعضلات ايوه صادق لكن عضلات ما لها دخل عضلات وظيفتها الحركة من يحركها؟ العصب الأعصاب الله عليك أي عصب؟ أحشوك زيادة المخ يا عصب أي عصب؟ ما عصب المخ عصب الدقيقة اللهم صل على محمد اللي هو النخاع أيوة فتح جوجل أيوة دقيقة النخاع صح ولا لا؟ لا لا الأعصاب الشوكية إيش الأعصاب الشوكية؟
لا 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 غلط 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 لا من جوجل غلط يا سيف. طب وش اللي والله لا جوجل ولا زبدي قدعنا من عندي ده الجهاز العصبي المحيطي الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المحيطي اصلا ما عنده محيطي الجهاز العصبي المركزي يا طوام الجهاز العصبي يشتري له سماعه هو يكون المسؤول عن الاوامر اللي تحرك العضلات عن طريق الاعصاب اصلا لهم ماكس كيرجي صلى عليك يا اخي انت انا بعطيك شهاده دكتور ما شاء الله قفل جوالك يا سعود قفل ما تقدر في الشيء هذا لكن خلي ربك قفل 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 جوالي يا سعود بالله طيب اسمع اسمع دابا ايش الجهاز العصبي المركزي انا انا عندي في جسمي ها قاعد استظرف انت قاعد يدب وشي لا والله والله بسمع السؤال ايش الجهاز العصبي المركزي وين مكانه في جسمك نواة في النواة في الجسم في القفا تحت ال تحت ال لا نواة اصلا عليك ايوه صح ويش كيف ويش ويش النقاء يعني ايش النقاء ما له دخل طيب هو في الدماغ من تحت المخ الدماغ من تحت هذا يجيك من ورا منطقة حق الجهاز العصبي المركزي اسفل رقبة ليش تخشحهم يا اخي بتسأل زي الناس ابغى اثر على اللكتين في النخاع وايش الجهاز العصبي المركزي وين مكانه ايش النخاع من الدماغ من ورا يعني الدماغ من ورا هذه صح في منطقة مسؤولة عن الجهاز العصبي المركزي الله عليك ما بقول الدماغ مو الحبل الشوكي طيب ايش تبغى اقول لك الله عليك الحبل الشوكي طب انت اسال زي الناس يا غبي يقول لي ايش مكونات الجهاز العصبي المركزي اقول لك الدماغ طيب الحبل الشوكي طيب يا ابو هيثم اقول لك الحبل الشوكي الحبل الشوكي ولا الدماغ ايش المكونات يقول لك خصوه مكونات الراس ايش في يا اخي انت ايش قاعد تدرس ايش الماده هذه اسود كمون مسمار هذه تشريح دبيوز ايش كنت سلامتك ولا شيء جيت راح افحص اقول والله المستشفى اقول ايش تمام ما عندي تعبير عشان اروح طب عندي لك سؤال يا ابو مرات ان شاء الله جاوب ايش هي المناطق المسؤولة عن الذكاء وعن الذاكرة في المخ هذه ما خذيت المخ انا جاوب خالد والله انا ما خذيت المخ لكن اتوقع ان المخيخ لا المخيخ المستطيل النخاع المستطيل لا لا النخاع المستطيل من سنة التزع هذه اتذكر ايام الثانوي درست ايام الثانوي هنيك انا ما اتذكر والله انا نسيت تفصل جبهة الامامية والمنطقة الامامية من الدماغ يا ابوي ارسلوا لهم شباب انا درست الثوركس شوف المخيخ المخيخ حلو المخيخ مسؤول عن ايش طيب ابو هيث ها؟ المخيخ عطونا مسؤول عن ايش؟ المخيخ مسؤول عن الحفظ صح؟ الحركة أيوه. والنخاع انا قلت لك المخيخ المصاع المصاع المخاع عطونا 4 صفر النخاع المستطيل اسمه كذا؟ ايه النخاع المستطيل هذا مسؤول عن الاتزان صح؟ ايش اكتب في طلب التحدي؟ اصبر هم ما يكتبون اكتب هم يكتبون يا اخي يا النخاع المستطيل له اسم ثاني ترى يا ابو هيث انا اعرف انه مسؤول في زي يعني كيف الوظائف اللي من حاله كذا الحاله يعني زي التنفس زي القلب عضله القلب صح عضله القلب عبد الله لا هو ينظم ينظم ضربات القلب صح عضله القلب ايوه اللي هي الوظائف اللي من حاله يعني زي التنفس والاكل عضله القلب ينظم التنفس صادق العضلة القلب خذيت انا من ترى اجتهاد شخصي من عندي باقي ما اخذ ما درسته الدماغ بدرسه تشريحيا انا قاعد ادرسه في علم النفس الفسيولوجي العضلة القلب انت خاش علم النفس الفسيولوجي علم النفس عام بس هذه مادة من المواد اللي قاعد ادرسها علم النفس الفسيولوجي والله انا قاعد اتذكر اشياء منها تصدق ان عندنا الحين مادة انا ادرسها الحين ما انتو تسمع ما انتو هذا ما اكتب انسحاب اكتب انسحاب من طرفهم في الفسيولوجي ايوه احنا هذا لا احنا المسؤول عن علم النفس بس في الاشياء الفسيولوجيه الباقي انتو اكتب انسحاب من طرفهم ولا ايش اكتب 2-0 انسحاب من طرفهم بس لازم تكلم مشرف يا عم انت مو على كيفك تكتب انسحاب الترم هذا الترم الجاي باخذ يا سود الرقبه انك
انت روح طلب مشرف يا منتج. حلو. اكتب تست ضد طبعا اخذها تشريحيا وكل شيء وظائف مدريت انت شريحي ما خلطت ترى انت تتعمق في الاشياء هذا العضلة غصب عني دراستي تتعمق زيادة. يا ساتر وش في الحمار ضايف فارس؟